قد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى من التابوت وحفظت الحبيب محمد من نسيج العنكبوت سبحان